بنتمنى يا رب الخير لكل اولادنا اللي هيكون عندهم بقى الثانويه العامه وهيبداوا باذن الله يوم الاثنين مع المواد اللي ما بتضافش للمجموعه، هيكون بدايه الماراثون يعني بالتربيه الدينيه والتربيه الوطنيه، ويوم الثلاث هيبقى فيه الاقتصاد والاحصاء، وباذن الله يوم الحد زي بكره الحد بعد القادم يعني ان شاء الله يوم 26 يونيو هيكون بدايه انطلاق الثانويه العامه وبدايه الامتحانات باللغه العربيه، وان شاء الله باذن الله تكون امتحانات موفقه لكل الطلبه ولكل الطالبات، حوالي 707,992 طالب وطالبه هيأدوا امتحانات الثانويه العامه السنه دي، ورقم الحاجه كبير. نتمنى لهم يا رب ان شاء الله كل التوفيق، وكل واحد يعني اجتهد وعمل اللي عليه واخلص في مذاكرته، كان عنده عزيمه زي الحالتين اللي احنا شفناهم زي ملك وزي علا، تحدوا ظروف وتحدوا نقص حاجات كتيره، نقص امكانات ما كانتش عندهم، تحدوا حتى نقص البصر في حاله ملك، تحدت الاعاقه البصريه وقدرت ان هي تتفوق يعني وتجيب اقل من الدرجه النهائيه في الاعداديه ب 14 درجه ونص، وده كان تحدي كبير جدا. نتمنى ان شاء الله لكل اولادنا كل التوفيق باذن الله. ودايما الحقيقه دايما بنقول في اكيد روجيتا، في روجيتا نجاح، وفي شويه حاجات كده ناخد بالنا منهم كاهالي اولا قبل الطلبه، لان في كتير من الاحيان احنا كاهالي وكاولياء امور بنحمل ولادنا فوق الحمل النفسي اللي هم شايلينه، فبدل ما بنكون احنا اداه او وسيله عشان نخفف عليهم، بنبقى للأسف الشديد وسيلة للضغط النفسي على الولاد. عشان كده تلاقي بعض الحالات ولد أو بنت يقولك ده أنا أول ما دخلت اللجنة أنا مش شايف الورقة، أول ما دخلت اللجنة أنا مش فاكر ولا كلمة، أنا السؤال ده أنا عارفه، عارف الإجابة أو عارفة الإجابة، بس مش قادرة أفتكر حاجة من اللي أنا ذاكرتها. ده ليه؟ وإيه السبب في ده؟ وهل ده نتيجة لبعض الضغوط اللي بتمارس قبل ايام الامتحانات، يعني في الاسبوع اللي احنا فيه؟ ده اللي هنعرفه من دكتور هالة يسري، استاذ علم الاجتماع. دكتور هالة مساء الخير، اهلا بحضرتك. اهلا، مساء الخير يا استاذ عمرو. اهلا وسهلا يا دكتور. بتسمعي عن الحالات دي اللي يقولوا لحضرتك ده انا كنت مذاكر بس دخلت شفت الورقه الكلام كله اتبخر؟ ايوه. ده بيبقى ليه؟ بيبقى ضغوط نفسيه شديده الطالب بيحطها على نفسه واهله بيحطوها عليه وكل اللي حواليهم، يعني بيأثروا فيهم سلبي جدا لحد ما يجوا وقت الامتحان وبتنزل زي ستارة قاتمة ما بتخليهمش فاهمين ولا عارفين يتصرفوا ازاي. فكله من أثر النفسي السيء اللي كتير من الأهالي بيمارسوه على أولادهم. يعني ممكن يبقى الولد مذاكر كويس كويس وعارف الإجابة وما يقدرش يجاوب؟ مظبوط. ده بسبب الضغط النفسي. ده بسبب الضغط النفسي. طيب واحنا خلاص ده احنا يعني بعد بكره هيبقى التربيه الوطنيه والدين والاثنين الاقتصاد والاحصاء، ونقدر نقول بقى المواد المجموع بقى العربي من يوم الاحد، يعني احنا امام اسبوع الاستعداد للثانويه العامه. حضرتك بالزبط. تنصحي اولياء الامور اولا بيه قبل ما ننصح الطلبه. بالظبط. انا سعيده ان حضرتك ابتديت باولياء الامور، لان اي نصيحه للابناء هي اولا هي نصيحه لاولياء الامور. ابدا بان هم يوفروا لهم المناخ الهادئ الملائم جدا للاستذكار، من اول منع الاصوات العاليه والمزعجه والتلفزيون على الاخر والاخوات الصغيرين المزعجين، كل دوت احنا عايزين نبعده عن ابنائنا اللي في الثانويه العامه. ثانيا ما نحسسهمش ان الثانويه العامه دي كابوس. على فكره احنا اللي بنطلع العفريت وبعدين ما بنعرفش نصرفه، بمعنى ان احنا نفضل نقول لهم يا حبايبنا ده كابوس، يلا خلصونا منه، يلا مش عارف ايه، وفي الحقيقه لا، هي مش كابوس ولا حاجه، هي مرحله انتقاليه. لازم نحسس الاهالي بديت، يعني يوم لما ابننا ولا بنتنا بيخشوا المدرسة الابتدائية هذه مرحلة انتقالية. صح. يوم لما بيخشوا الجامعة هذه مرحلة انتقالية. يوم لما بيلتحقوا بعمل أو يتزوجوا ويختاروا شريك الحياة
كل دي مراحل في حياة الإنسان. طيب فكرة التهويل يا دكتور بقى، فكرة تهويل الأهالي من الثانوية العامة وبتبقى بعبع، يعني أنت لو ما جبتش ال 98 ولا 99 ولا 97 ولا فوق ال 90 مثلا يعني، يبقى أنت كده مستقبلك اتدمر، يبقى تبقى ولا حاجة، لو دخلت الكلية غير الكلية الفلانية يبقى أنت كده مستقبلك ضاع. شايفة إزاي العبء النفسي ده على الولاد؟ في الحقيقة شايفة إنه خطأ كبير جدا من الأهالي إنهم بيعملوا كده في أولادهم، يعني أكنهم بيزجوا بهم يعني في منعطف خطير جدا، بدل ما يدلهم المساندة والتشجيع والتحفيز ونحسسهم أنهم فعلا هيقدروا يعدوا الامتحان بسهولة ويسر، وفي النهاية يعملوا اللي عليهم، وقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. يعني فعلا يعني فكرة الثقة، يعني كولي أمر أقول لابني أو بنتي اعمل اللي عليك، اجتهد، شد حيلك الايام اللي جايه دي، ولكن ما حددلوش هدف، ما اضغطش عليه في طبعا. هدف. لا طبعا. وبعدين حضرتك استاذ عمرو، الاهداف ديت في اهداف للعيله او في اهداف للطالب. صح طبعا. لازم نبص لهدف الطالب طبعا. ايه يعني ممكن جدا الاب نفسه يدخله الطب، والام نفسها تدخله الهندسه مثلا، وهو عايز يطلع مدرس تربيه موسيقيه، هو عايز يدخل تربية موسيقية، فنون طبيعية، فنون جميلة، هو حر يعني. بالظبط كده، هو حر. هواياته وتخصصاته واحتياجات السوق اللي هي ابتدت تختلف دلوقتي استاذ عمرو عن زمان كتير. طبعا يعني ويمكن ابنائنا مثقفين في الجزئية دي اكتر كمان، عارفين العالم رايح فين اكتر مننا. بالظبط، وعارفين احتياجات السوق طبعا. هل محاسبة، هل هندسة، هل تعليم مهني، هل تكنولوجيا، ذكاء اصطناعي. بالظبط كده. وعلى فكرة في وظائف كتير جدا هتنتهي من سوق العمل اليومين دول، وهتبتدي وظائف تانية جديدة. طيب لكن أنا كل دوت تؤخذ في الاعتبار. طيب انا هرجع لحضرتك، احنا قلنا نصايح بقى لأولياء الامور، ما تضغطوش على الولاد، ما تحددلهمش اهداف صعبه، ادوهم الثقه في نفسهم.